ولذلك أنا بنصح نفسي والمشاهدين، أي معصية تفعلها شرع لك أن تتوضأ وأن تصلي ركعتين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي بكر اللي يرويه أبي داود وحسن بعض العلم: ما من عبد يذنب ذنبا ثم يحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له.